السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكان احنا قناة الكيم قاعد ان شاء الله. اليوم راح نجيبكم او نعلمكم كيف تروحون مكان المكان او الفولكانو مانر. طبعا اذا انت رحت لها المنطقة هذه البركانية بتحصل في مكان فوق القلعة كله براكين وفي اشياء كثير يعني. فاذا انت رحت المنطقة هذه ما يمكن بس تكلم خلينا نقول الملكة القاعدة هناك بحيث انك تتمشى في الاماكن هذه وتكون طريقة طلوعك من هنا وتلف زي كذا لين توجه البوس اللي هنا. تمام؟ فما يمديك تستكشف المكان هذا حتى لو وصلت عند القلعة هذه وفرغت خليك تلف زي كذا بدون ما تدخل داخل المنطقة هذه. فكيف توصل المنطقة؟ توصل للمكان السري هذا في وإذا أنت وصلت عند القلعة حقت البركان ما نعرف أن هذا الملكة زي كذا قاعدة. فهتجي هنا أول غرفة. طبعا لما تسوي أولهم أو كم مهمة كذا حيسمحوك تدخل أول غرفة هذه. فتبس على هنا لحم في الجدار حتحصل زي صورة على زي لوحة على الجدار زي كذا. ادخل المنطقة هذه ما عليك ابد بس امشي من هنا لين ما توصل للنهاية. هذا طريق أول غرفة. إحنا ما علينا من أول غرفة. إحنا علينا إحنا ننزل من هنا. هاي يكون قاعد شغال بس. سبحان الله. أعطانا الكلو حقه. أوكي. نكمل من هنا. هذه الكنيسة. الآن أنت تعتبر الآن أنت الآن في وسط البركين وما في منطقة البركين حقتها. شوف كيف؟ هذه منطقة البركين وما شوف إحنا كنا وين؟ إحنا كنا إذا خليت الوحش يمسكك وزي كذا يقتلك يجيبك تحت هناك وانت تمشي يصير صعب عليك انك يعني تستكشف الاماكن وانت هنا. فهذا هو الطريق الصحيح.